هو المناصب العليا عليها منافسة كبيرة. زين. أنا شخصيا يعني أنت عندك ما عندي لا ما عندي مشكلة. الإخوان أعتقد يعني هنالك إجماع على أن يترك هذا يعني الخيار المكون السني. الخيار المكون السني خلاص يختارون شخص يلتزم بالقانون واللي يلتزم بالقانون. وما عندك مشكلة إذا كان حزب تقدم؟ ما عندي مشكلة مع أي شخص. نفس الشيء مو رئيس رئيس الحزب الحلبوسي راح تكون عنده سطوة حتى على رئيس مجلس. إذا كان إذا كان غيرنا احنا. أنا رأيي سيد الحسوني مثل ما يقولون. لا لا اسمح لي هو عدا 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 كونه يعني عدا فكرة حل الحزب. لو ما نحل الحزب هو الحلبوسي ما يمكن أن يبقى رئيس حزب باعتبار أنه ارتكب جرائم والمحكمة ثبتت انه هذا الشخص انتهى قد الدستور. لازم هسه حتى رئيس رئاسة الحسن لا لا ما يصير لا ما يصير رئيس حزب ابدا. ايه السيد الحلبوشي لا يقدر يصير رئيس حزب ولا يقدر يتوظف بالدولة حتى بوظيفة بسيطة. زين. مو رئيس مجلس ولا عضو مجلس نواب ولا عضو مجلس محافظة ولا محافظ. يعني شرطي ما يصير. شلون يصير شرطي غير مرتكب جرائم مخلى بالشرف. زين. فماكو خوف يعني من نعم. أو قلق من وجود الحلبوسي. زين.